أهلا بكم من جديد. أقام معهد النور التعليمي فعالية لتكريم الطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام، وذلك في مدينة الباب شرقي حلب، حيث شهد الحفل تسليم الجوائز للمتفوقين. المزيد في تقرير همام الزين. تتعالى الأصوات هنا، والفرح يملأ قلوب الآباء وبقية الحضور، ويستعد هؤلاء الشبان للاستمتاع بلحظات لطالما انتظروها. فلهذه العباءات والقبعات قصة تختزل بأيام وصل ليلها بنهارها لتحصيل النجاح في أسوأ الأحوال والتفوق في أفضلها. يقام في هذا المكان حفل تكريم للمتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية في مدينة الباب شرقي حلب. طبعا الانطباع كان كتير ممتاز بالنسبة للتكريم، يعني عطى الطالب دفعة معنوية حتى حطه بجو التكريم الجامعي. طبعا أغلب طلابنا قالوا أستاذ إن شاء الله في التكريم الجامعي رح نلبس نفس البدلات ونزت القبعات، وكان الانطباع كتير منيح وممتاز. 45 طالبا قدر لهم أن يكونوا من المتفوقين في هذا العام. لم يأتي هذا التفوق بسهولة، فللأوضاع الأمنية المتردية التي تمر بها المدينة وقع كان اجتيازه بمنزلة تحد لهؤلاء الشبان، لكن الإصرار على النجاح مكنهم من تخطي هذه العقبات التي فرضت عليهم. طبعا شعور كتير حلو، يعني ما حدا رح يعرفه غير اللي جربه قبلي. طبعا الطلاب المستقبل السنة الجاي والبعدها رح يجربوا هذا الشعور، رح يقول كتير حلو. الطريق ممهد أمام الناجحين الآن. إمكانية التسجيل والمفاضلة في الجامعات الموجودة في الشمال السوري أتيحت لهم وبفروع عديدة، حيث تضم المنطقة عدة جامعات، منها جامعة غازي عنتاب وفروعها في كل من الباب وجرابلس وعفرين، وجامعة العلوم الصحية في مدينة الراعي، إضافة إلى جامعة حلب الحرة في مدينة إعزاز. هو تكريم لا شك أنه يندرج في إطار التحفيز ورفع المعنويات، يحاول القائمون من خلاله ترك أثر إيجابي في نفوس الطلبة المتفوقين، ليكون هذا التكريم بداية الطريق للمرحلة التعليمية المقبلة التي يعتبرها الطلاب التحدي الأبرز في مسيرتهم التعليمية. همام الزين، تلفزيون سوريا، مدينة الباب. ينضم إلينا همام الزين من ريف حلب. أهلا بك همام، حدثنا أكثر عن الفعالية التي أقامها معهد النور وشو كان مجموع الطلاب؟ نعم أيهم، مساء الخير. بالفعل يعني أقيمت فعالية لتكريم 45 طالب تقريبا من المتفوقين في مدينة الباب، أقامها يعني معهد النور التعليمي أيضا الذي يضم مراكز في مدينة الباب. الفعالية تضمنت العديد من النشاطات، التكريم وإلقاء بعض الكلمات من قبل الحضور وحتى من قبل الطلبة، وطلاب جامعيين أيضا حضروا لإلقاء كلمات. جميع الكلمات كانت معظمها تصب يعني بدعم التعليم واستمرارية التعليم وتقديم الخدمات بشكل أكبر حتى يكون التعليم بصورة أفضل من الصورة الحالية في هذه الفترة. أيضا كان هناك فرقة إنشادية يعني تخلل الحفل بعض الأغاني وأيضا الرقصات الشعبية من قبل الطلاب بعد أن كرموا من قبل اللجنة المنفذة. طبعا التكريم كان يعتبر معنوي بحت، يعني أكثر من كونه تكريم عيني أو تكريم مادي. يعني الطلاب صحيح أنهم حصلوا على بعض الجوائز، ولكن الروح المعنوية كانت مرتفعة جدا يعني لدى الطلاب بهذا التكريم، لا سيما أن هذا النوع من هذه الاحتفاليات هو جديد على طلاب الثانوية العامة، وهي ارتداء العباءات والقبعات ورميها كما طلاب الجامعات. يعني همام، يعني هذه الفعاليات هل تقام ايضا للفتيات؟ يعني يمكن هلا كثير من المشاهدين يقولوا انه ممكن يكون في ايضا للفتيات ايضا مثل هيك فعاليات من قبل مركز النور التعليمي او غيره. يعني صراحة لا أعلم إن كان مركز النور التعليمي يضم أقسام من ذكور وإناث يعني، ولكن في فترات سابقة وحتى قبل أسابيع من الآن كان هناك يعني احتفاليات وتكريم للطالبات المتفوقات في الشهادة الثانوية العامة في مدينة الزاعة وربما في مدن أخرى. مشان نعمل يعني توازن يعني على الشاشة مو أكثر. طيب همام، ماذا بعد هذا التفوق؟ ذكرت بالتقرير إنه أغلبهم عم بيفكروا اليوم يكملوا دراستهم الجامعية إما في الجامعات التركية الموجودة في الأراضي السورية أو حتى في جامعة حلب في المناطق المحررة. هل اليوم فعلا تستطيع الجامعات استقبال كل هذه الأعداد؟ وفي حال الواحد حابب يدرس عن جد اليوم بمدرسة بجامعة عفوا تركية، هل الجميع يستطيع أن يختار ما يشاء؟
نعم يا ربي، حسب المفاضلة يعني جامعة غازي عنتاب يعني طرحت المفاضلة خلال الفترة السابقة ربما قبل 10 أيام من الآن، وتضم العديد من الفروع. يعني فاضلوا الأطباء على هذه، عفوا فاضلوا الطلاب على هذه الفروع كلهم حسب المعدل الذي يعني حصل عليه بعد الشهادة الثانوية وبعد امتحان اليوز الذي تقيمه يعني الجامعات التركية في هذه المنطقة. كم تقريبا يعني اعطينا هيك لمحه شوي عن المفاضله همام، يعني الطب مثلا كامل، هندسه، التجاره، الامور هيدي، والطلاب هل جميعهم كانوا يعني لاي حد واصل مجموعهم؟ يعني جامعه غازي عنتاب تضم العديد من الفروع منها الطب العربي وايضا الصيدله ربما وايضا اداره الاعمال والاقتصاد والعديد من الأفرع الأخرى، ولكن ليس الجميع يستطيع الدخول بالفرع الذي يريد، ولكن بحسب المعدل الذي حصل عليه لا يوجد لدي يعني فكرة عن مستوى العلامات والذي حصل عليها الطلاب في خلال الفترة خلال امتحانات الشهادة الثانوية العامة. ولكن بالعودة أكثر إلى الحفل الذي أقيم في مدينة الباب، يعني يعتبر هذا الحفل ونجاح هؤلاء الطلاب بهذا العدد هو تحدي كبير، يعني لا سيما أن المنطقة ومدينة الباب على وجه الخصوص تمر بالعديد من العقبات أبرزها الوضع الأمني. طبعا الوضع الأمني ينعكس بشكل أو بآخر على نفسية الطالب، فاجتياز هذه المرحلة المليئة بالانفجارات والمليئة بالقصف والمليئة بالتوتر حتى يعني كان بمثابة نجاح آخر عن النجاح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة. طبعا سألنا إدارة المعهد ربما خلال الفترات القادمة يعني أيضا يكون هناك فعاليات أخرى لطلاب المعهد، يعني هذا الأمر ربما يشجع المعاهد الأخرى وما أكثرها في مدينة الباب المعاهد الخاصة على إقامة احتفاليات يستحقون الفرح يعني مثل ما ذكرتهم بهي الأوقات الصعبة. وبدنا نبارك لهم فرحة النجاح ما في مثلها، ما في أحلى منها. صحيح. بدنا نبارك للشباب كلهم بتفوقهم بالثانوية، بنتمنى لهم مستقبل جيد. ونتشكرك همام الزين مراسلنا من ريف حلب. أقامت منظمة حناء حفلاً لتكريم 100 طالبة سورية متفوقة في الشهادة الثانوية بولاية هاتاي جنوبي تركيا. التكريم كان بهدف مساندة الطالبات السوريات في مبادرة هي الأولى من نوعها في جنوب تركيا. هي طالبات، هلا طالبات ما بس طلاب، أي بس هدوك أنا حكيت لأنه كانوا بداخل السوري هدول بهاتاي. بنشوف التقرير وبنرجع. نحن بمنظمة حناء الإنسانية عندنا برنامج من ضمنه تكريم المتفوقات لهذا العام، هي لفتة مننا لحتى نكون سند للطالبات المتفوقات بالغربة هون، وإن شاء الله يكونوا قدوة للي بعدهم الطالبات والطلاب إن شاء الله. تم التكريم على مستوى هاتاي من أنطاكيا والريحانية والقرى المجاورة، بلغ العدد تقريبا 93 طالبة، وحصرا نحن خصصنا للطالبات لأنه هي منظمة حناء لتمكين النساء يعني خاصة بالمتفوقات. الحقيقة كانت مبادرة كتير حلوة أول شيء، وحضلها ذكرى كتير حلوة بعد 12 سنة دراسة يعني، فحد احتفل فينا وكانت مبادرة حلوة للسوريين، ف يعني انبسطت كتير. التكريم عطاني حافز كتير كبير وخلاني اتشجع اكثر لقدام، لان انه نرجع سوريا نرجع بلدنا رح نعبره من اول وجديد. نحن تفوقنا بشيء قليل بس مع هيك عملنا حفله كبيره، وحسيت حالي اني والله نجحت بشيء كبير كتير كتير. يعني هذا الشيء حفزني كتير لقدام وخلاني يعني الحمد لله انه اخذ طاقه اكثر يعني عشان استمر لقدام اكثر، وان شاء الله خلصت من هاي المرحله يعني، وبدي بلش بشيء جديد وابدا بدراسه الجامعه كمان، وان شاء الله ساعد كمان كون عون لاهلي اهم شيء يعني، وكون فخر لهم لبابا وماما. الحمد لله رب العالمين، هون بدنا يعني نقدم كل شيء بنقدر عليه، ولو كان بلادنا حرب وهيك نحن جينا لهون وبدنا ان شاء الله ندرس نتعلم اكثر كمان نكون جيل كمان ناجح اكثر واكثر. هلا التكريم من جانب معنوي حفزني لقدام، وخصوصا انه من اول مره فتت فيها للثانوي كنت ما بعرف تركي، فهذا الشيء ادى لي لصعوبه قصوى انه اتعلم، لانه اصلا في صعوبه بالتعليم نفسه يعني لازم اجتهاد، ولكن معه اللغه التركيه بس الحمد لله يعني انه اوصل لهي المرحله هذا شيء كثير شرف لي، الحمد لله اني قدرت اوصل لهون.
وحفزني لحتى لقدام، يعني انه في عالم معنا، في عالم واقفه معنا بالظروف هي الصعبه، وبنقدر نكفي ان شاء الله لبعدين للجامعه. الحديث عن هذا الموضوع معنا عبادة منصور، مراسلة تلفزيون سوريا من أنطاكيا. مرحبا بك عبادة. مساء الخير يا أهلا بك. يعني لو تحدثنا أكثر عن هذه المنظمة، ما هي الفعاليات التي تقوم بها غير موضوع التكريم؟ كيف تساعد النسوة والفتيات؟ نعم يا حقيقة، منظمة حناء هي منظمة يعني تهدف إلى تمكين المرأة في جنوب تركيا وأيضا في الداخل السوري عبر عدة مكاتب. طبعا المنظمة كان فترة افتتاحها فترة يعني أوج أزمة كورونا هنا في هاتاي، فكانت يعني أعمالها قليلة. أولى هذه الأعمال كانت هي عملية تكريم الطالبات السوريات المتفوقات في شهادة الثانوية، أيضا من خلال يعني رئيس المنظمة كان هناك حديث عن عدة مشاريع ستكون هذه المشاريع أهمها مساندة المرأة السورية الموجودة هنا في هاتاي وأيضا في الداخل السوري. يعني هناك عدة مشاريع، أغلب هذه المشاريع تهدف إلى يعني مساندة المرأة السورية عبر يعني دورات. هذه الدورات تستطيع المرأة من خلالها أو بعد هذه الدورات تستطيع المرأة دخول سوق العمل، إما عن طريق دورات مهنية أو حرف، ممكن أن هذه الحرف تساعد هذه المرأة في الحصول على مهنة، من خلال هذه المهنة يعني تحصل على مصدر رزق أو معيشة جديد. جميل. عبادة، كم عدد الطالبات المتفوقات وشو يعني حسب مقابلتك لإلهم شو أحلامهم؟ لوين حابين يوصلوا؟ شو الفروع اللي حابين يدرسوها؟ نعم أيهم، الحقيقة التكريم كان لمئة طالبة، لكن الطالبات يعني طالبات الشهادة الثانوية كان هناك 93 طالبة. طبعا الطالبات السوريات في العموم يعني أحلامهم هي أحلام الطب، طبعا هذا الموضوع موجود عند جميع السوريين. أغلب الطالبات التي نعم يعني حتى الغربة ما غيرت لهم هي القناعة. حقيقة هذا الموضوع كان يعني عند سؤالنا للطالبات، أغلب الطالبات كانت تقول أنه أتمنى أن أحصل على شهادة الطب. طبعا يعني موضوع الطب في تركيا حقيقة هو ليس بالأمر السهل، يعني وهناك طبعا أغلب الطالبات اللواتي التقينا فيهم يعني كانوا طالبات متفوقات. حتى هناك طالبة متفوقة على مستوى هاتاي بشكل كامل، يعني هي الطالبة الأولى في الشهادة الثانوية على مستوى هاتاي، وباقي الطالبات السوريات هم طالبات يعني متفوقات بشهادة الثانوية. طبعا الطالبات يعني سيجرين امتحان اليوز، وبعد هذا الامتحان سيعني يدخلون الى الجامعات، بيتحدد الفرع اللي بيطلع لهم. بس نتمنى نعم فعلا نعم انه يحققوا حلمهم ويقدروا فعلا يدرسوا الطب لحاجتنا الكبيرة لأطباء وطبيبات سوريات، ان كان في الداخل او حتى في الخارج. نعم أيهم، يعني موضوع دراسة الطب في تركيا حتى اليوم أصبحت هي يعني أصعب. الطالب يجب أن يكون متفوق في الشهادة الثانوية، وأيضا يجب أن يكون متفوق في شهادة اليوز. يعني اليوم كمان شهادة اليوز هي شهادة صعبة، وعلى الطالب السوري أن يدرس بشكل كبير. أيضا موضوع اللغة هو تحدي حقيقة. بعض الطالبات يعني هم من فترة قصيرة في تركيا وتمكنوا من دراسة اللغة التركية وأيضا التفوق والحصول على علامة شبه تامة في الثانوية، وهذا أمر يعني كان يعني جدا يعني قوي بالنسبه لهؤلاء الطالبات. يعني حوالي 93 طالبه في نعم حوالي 93 طالبه في هاتاي، اغلب الطالبات كان مجموعهم فوق ال 95%. يعني هؤلاء الطالبات يعتبرن جميعهم متفوقات في شهاده الثانويه في هاتاي، وايضا يعني ال 93 طالبه فقط في هاتاي، هناك طالبات ايضا في باقي الولايات التركيه. والسوريين في العموم هم طلاب متفوقون، يعني نحن العام الماضي رصدنا حوالي 35 طالب في الجامعات القريبة علينا. يعني أنا هنا في ولاية هاتاي كان حوالي 14 طالب هم متفوقون في يعني في فروعهم في عدد من الكليات، منها كلية الاقتصاد والطب وأيضا بعض الكليات الأدبية فقط في هاتاي، أيضا في أضنة ومرسين وباقي الولايات الحدودية. صحيح. يعني عبادة، نحن اليوم بحاجة كل يعني الفروع، أكيد سوريا لترجع تنبنى بدها أطباء ومهندسين ومحامين وحتى مدرسين. يعني كل الفروع اليوم هي جميلة في حال الواحد أتقنها ودرسها بشغف وبحب. أيضا ما هي يعني توقعات هؤلاء الفتيات للمستقبل؟ هل يفكرون بالاستقرار في تركيا؟ في بعض الفتيات بالتقرير قالوا أنه نحن نريد أن نعود يوما ما إلى سوريا ونعمل فيها. هل هناك يعني منهم من يفكرون فعلا بهي الطريقة؟ هل منهم يقولون أنهم يريدون السفر خارج تركيا مثلا؟ ما هي أحلامهم على المدى البعيد؟
نعم يا حقيقة يعني الآراء اللي كانت موجودة في التكريم كانت متنوعة. في قسم كبير من الفتيات السوريات كانت يعني تقول أنها ستنهي دراستها وستعود مع عائلتها في حال انتهت الحرب في المنطقة التي يعني تسكن بها، وقسم أيضا من الفتيات تقول أنها ستصبح أو ستستقر هنا، يعني الدراسة اليوم باللغة التركية وبعضها المجال سيكون مفتوح أكبر في تركيا لها ولعائلتها. كما ذكرت لك فأن يعني الآراء متنوعة بالنسبة للفتيات السوريات، خاصة في هذا العمر، يعني يكون هذا العمر القرار يعني شبه صعب على الفتاة السورية، وحتى نوعية يعني نوع المجال التي ستدخل إليه. يعني هناك فتيات قالوا أن سندخل مثلا مجال موضة وأزياء، هذه المجالات ممكن أن تكون صعبة صراحة في بعض الأماكن والمناطق، وبعض الفتيات قالوا أو فضلوا الاختصاصات يعني التدريس أو الطب أو الصيدلة، هذه الاختصاصات التي في أغلب المناطق يعني كان في سوريا وغيرها يكون المجال مفتوح لها. صحيح صحيح. وماذا عن الأتراك عبادة؟ هل كان هناك تواجد للأتراك في هذا التكريم؟ هل تحدثوا عن يعني مشاعر الأتراك معهم بالصفوف الثانوية؟ نعم يرى كان هناك بعض من مدرسين الطالبات يعني الذين حضروا لحضور التكريم وبعض الأشخاص أو الشخصيات الموجودة، حقيقة لم نلتقي بهم بسبب يعني العدد الكبير الذي كان موجود. كان هناك يعني حوالي 500 سيدة سورية جميعهم جاءوا للفرح ببناتهم. أيضا كان هناك يعني تكريم لبعض أمهات الطلاب، يعني كان هناك في طلاب ذكور هم متفوقين، لكن الجمعية أصرت أن تكرم يعني الفتيات. أم الطالب وهو نعم أم الطالب وهو وهي التي ستوصل له التكريم. شكرا كثير لك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من أنطاكيا، وكل التوفيق للفتيات في أنطاكيا وكل مكان، السوريات وغير السوريات. فاصل قصير ونتابع.